بنتي حطي ايدك على ايد العريس. بترجاك يا قدير ما فيني احرج عيلتي ابدا، ما فيني خيب املهم هيك، بترجاك ساعدني بترجاك. يا قدير بترجاك اللي إذا عم أعمل الشي الصح أو الغلط، إذا عم أعمل الشي الصح فيلي حكيته لأها كان غلط. يا قدير دل شو أعمل؟ لا أعرف الصح من الغلط، يا رب بس تعطيني إشارة، أقل شي إشارة صغيرة. ميانك صار لك شي؟ لا. مو مشكلة بأنه يكون عنا ماضي، بس ميانك ماضي مع سونالي، معناها ليش ما قلنا؟ ليش خبى عني؟ وفي شي ما عم أفهمه، ليش طلب ميانك من إيفي إم أنه ضروري يجمعنا؟ إيفي إم ساعد إشكي، إيفي إم اهتم فيها، إذا إيفي إم بده يعمل كل هالشي معناها ليش أنا عم بتزوج ميانك؟ صار الوقت، عروض الصور. ميانك لازم أحكي معك، أنا كتير آسفة. شو صافنين هدول التنتين؟ ما رح يبعتوا سونالي. طيب جربي احكي مع هان واسألي. هديك الليلة أنا كنت ميانك كان عم يوعد سونالي؟ ميانك بعت رسالة لسونالي لذكرها بهديك الحادثة؟ ميانك كان بده سونالي تقول لراج ومدام سارلة عن هذا الشيء؟ العلامة يلي على ايده وقعت الضوء، ميانك طلب مني يعزم سونالي على الحفلة. لو سمحتوا يا جماعة وقفوا كرمال الطقوس. ايش كي بنتي؟ شوفي
إشكي ومايانك شو المشكلة بيناتهم؟ آسفة أمي، هالشي مستحيل يصير. إشكي طلعي فيني، لا تعملي أي شي غبي، فهمتي؟ حل عني بقى. إشكي ليش عملتي هيك؟ أنا عم أعمل الشي الصح خالتي، ما فيني أتزوج من هالبني آدم. ليش؟ لأنه هاد الظلمة. إشكي وعيك تحكي. خلاص شفتوا؟ هاي البنت عم تعمل مشاكل بيوم عرسها، ما رح اتزوج من هالبني آدم. شو عم تعملي؟ لو سمحت لا تتدخل. وليش لا؟ هاد أعز رفيق عندي، كان لازم تفكر منيح قبل ما تخليه أعز رفقاتك. كيف قدرت تعمل هاد الندل أعز رفيق عندك؟ ما بتعرف شو عمل فيني؟ والعيلة شو؟ ما بتعني لك شي؟ عائلتي هي كل شي بالنسبة لإلي. لا تنسى سونالي كمان من عائلتك. هذا الزلمة غلط مع سونالي لما كانت شربانة وما كانت بوعية، وأخذ لها صور كمان. شوف هدول، كلكم شوفوا هالشي. وهو كان عم يبتز سونالي بهدول الصور يلي أخذ لياهن. مظبوط كنت داير بالك كتير على حالك ومبادئ عائلتك وكل شي بخصك، بس ما انتبهت على أختك. بس أنا شفت كل شي وراح ورجي لك كل هدول الموجودين للكل، كل شي صار بسونالي من ورا هالحقير هاد. وحتى إنه فات وأخذ التسجيلات من الكاميرات بوقتها، والنظام كله خربه. شو هالمسخرة إشكي؟ هاي مو مسخرة، هاي الحقيقة. وأكيد يلي شغل إنذار الحريق أنت كمان، مو هيك؟ وشي تاني كمان، عمل غلط كبير وقت غلط مع سونالي لما كانت سكرانة وعم يصور هدول الصور بكل ندالة، وكانت هي عم تحاول إنه تمنعه. وأنا رح أثبت لك. شوف هدول، علامات أظافر أختك موجودة على إيده ولساتها معلمة لهلأ. سونو هي إجت على الحفلة وشربت لحالها، هذا مو غلطي أنا. سونالي ما طلعت من غرفتها، كانت خليكي نايمة. ساكتة أنتي راج. شباب أنتوا رحتوا على الحفلة مو؟ حفلة حفلة حفلة، كل شي سمعتوه كان حفلة؟ انتو ما سمعتوا هذا الزلمة استغل حالة سونالي؟
ليش ما حدا فيكن قام وضربه؟ ليش ما حدا عم يستجوبه؟ لأنه رجال، والأسئلة على طول بتنسأل للبنات وبس. وإذا البنت تجرأت وراحت على الحفلة وهي لابسة هيك لبس، أكيد رح يصير معها هيك شيء وتتبهدل. هذا اللبس ما بعمله لا مماسح ولا حتى شراشف، وانت بدك يعني اسمح لهيك شكالة تصير كنتي؟ ولا تحلم. الزواج التغى. ست سارلا استني. راز وقف بترزاك. راز لو سمحت كلكم وقفوا كرمال الطقوس. مانجلم أقبع الشو مانجلم قرب القتر مانجلم كمبري كعشا مانجلا يدلو غدي مانجلم أقبع الشو مانجلم قرب القتر اشكي يلا أمي إذا بتريدي. بعرف إني إذا قلت الحقيقة مدام سارلا رح تلغي الزواج. ما فيني أحكي الحقيقة، شو بدي أعمل؟ ما فيني خليه يروح بهالسهولة. أمي بترجاكي ساعديني. شو عم تعملي؟ اشكي. بعرف إنكم رح تكونوا إلي أحسن بيت أحمى، بس سامحوني ما بقدر كمل هالزواج. إشكي إنتي شو عم تعملي؟ إشكي ما فيك تعملي هيك. أنت ما بتعرف شو فيني أعمل مايانك، لهيك خليني أنا ألغي. شو عم بيصير معك؟ شو الزواج لعبة بالنسبة لإليك؟ واحترام العيلة هو مسحة عندك؟ لو سمحت لا تتدخل. ارجعي لمكانك. أنت ما بتعرفي شو عم تعملي هلأ. أنا بس يلي بعرف شو عم أعمل. شو عم تعملي؟ فهميني لشوف. بتمنى لو بقدر أحكي لك وتقدر تساعدني. طيب احكي احكي. لا ما فيني أحكي لك. أنت شو جنيتي؟ مو مهم يلي صار اليوم، اللي صار صار ومضى وانتهى. وما بقدر أتزوجه، ما بقدر أتزوج هذا الزلمة. إشكي وقفي شوي. سومان إشكي حطت كل اللوم عليها وأنا واقفة ساكتة وعم بتفرج عليها وبس. لو كانت هي كنتي لكن ضربتها كف قوي وقتها كانت عرفت شو عم تخبص هالمجنونة. لو إنه كنتي هي اللي عملت هيك معي ما كنت ترددت إني ألغي هالزواج بدون ما أفكر.
ميانك عمل كل هالشي وهو يلي أخذ الصور لسونالي وابتزه وقنعني أنا وسونالي إنه هو واقف معنا وكان عم يلعب علينا نحن الاثنين سوا. إشكي إشكي بترجاكي، بعرف إنك معصبة مني بس حاولي تسمعيني مرة واحدة. كنت كتير معصب من سونالي، أنا كان بدي بس علمها درس. يا جماعة شو بدنا نعمل هلأ؟ كل شي كان منيح بالفترة الماضية، شو يلي صار فجأة معنا؟ ايه ما صار شي يا حياتي، البنت بيانت على حقيقتها. كنت عم قلك من أول يوم بأنه هالبنت معنا منيحة، في عيب بتربايتها وأخلاقها مو هيك؟ لا مو هيك مدام سارلا. شو لكان؟ بعيد الشر، لو بنتي لغت زواجها كنت زتيت حالي بالنار هلأ، وما بعرف كيف ماسكي حالك بعد لعملته. أكيد أنت ما عرفت تربيها صح. لازم يكون في سبب لهي قرار، وضروري نحن نعرف شو هو. هي لوقت الحفلة كانت منيحة، ما بعرف شو صار معها بهاليومين لأخدت هيك قرار. في بيني وبينك انجذاب. طيب ليش نحن ما منتزوج؟ معقول إشكي لغيت الزواج بسببي أنا؟ أنا يلي بعرف بالضبط شو بدك يا أها. كيف قدرت إشكي تعمل هالشي؟ كيف بتتجرأي؟ أنتي ما بتعرفي أنا مين بكون؟ آسفة، بعتذر كتير لأني غلطت بحقك، أنت ما كان لازم تنضرب كف واحد مني بس. أنت المفروض تتبهدل وتنهان قدام الكل. بنت قليلة الأدب. إيه؟ سكوت ولا تقلل أدبك معي، عم تفهم وإلا رح أضربك. وما رح يكون هالشي منيح إلك بنوب مايانك، بس بتعرف هاي المشكلة دايماً. الشخص اللي بيستاهل بأنه ينضرب لازم ينضرب قدام الكل، مو لحاله هون ياكل بهدلة وقتلة كمان. وهيدول الكبار بالعمر ما رح يحاسبوا شخص مثلك؟ وبدال هيك رح يحاسبوا البنت؟ حتى لو كنت اتصلت بالشرطة اليوم كانت سمعت سونالي هي اللي رح تتشوه، ونفس الشي حيصير لو ضربتك. اعملي شو ما بدك بس أنا رح خلي زواج سونالي يلتغى. اسمع، طلع فيني طلع فيني منيح، رح كون أكتر وحدة سيئة بالعالم كله، ورح أتحمل مسخرتهم وحتتشوه سمعتي، بس ما حخلي الشي اللي بدك ياه يصير. زواج سونالي ما رح يلتغي أبداً، هذا الزواج رح يصير. وبعد هالشي؟ وشو بعد هالشي؟ رح أخرب كل حياتك ورح تندم، رح تندم على الساعة يلي ولدتك أمك فيها، وحتعرف إنه إشكي بنت خطيرة كتير. نحن منعرفها من كم شهر بس، وهي بعمرها ما غلطت مع حدا أبداً. هي بنت ذكية كتير، وأكيد عندها أسبابها لحتى تقرر هيك قرار اليوم. أنا رح أحكي معها. إيه أستاذ، أنت إنسان كتير طيب على فكرة، بس هذا مو زمن الطيبة هلأ. ها؟ أنت صح عاطيها الحرية لهي البنت، بس هي خانتكن اتنيناتكن سوا. أنا قلت لمدام سومان أكتر من مرة، لما الموضوع إله علاقة بالكنة فلازم دايماً تكون تحت السيطرة وما بدها تراخي، وإلا هيك بتكون النتيجة. لشو كل هذا الحكي؟ ليش عم تحكمي عليها فوراً؟ عمي معه حق، نحن لازم نروح ونحكي مع إشكي. شو الهدف من الحكي مع كارتيك؟ ما في أي عذر ممكن يبرر يلي عملته هي أبداً. أنت كيف فيك تقول هيك بدون ما تعرف السبب؟ خلينا نروح ونحكي معه. صحيح إنه أمك ما قدرت توقف معك وتحضنك، بس على القليلة عطتك بركاتها. مدام، نحن عم نضيع وقت كتير،
بدك نكمل العرس؟ ايه بدنا نكمل. لهيك كنت عم قول يا جماعة انه ما نعمل عرسين بنفس الوقت. هو ابني الوحيد وإيشكي خربت لي عرسه كمان. معك حق ست سارلا. سومان هذا غلطك، كنتك عملت يلي سمحتي لها تعمله، وأكيد ما عملت هالشي من راسها، وأنا ما فيني أجل عرس سونو أكتر. يا كاهن خلينا نكمل الطقوس. ستي رح شوفه. استنى، مايانك مانو حفيدي وإشكي كانت من اختياره هو، نحن شو دخلنا بهالشي؟ ما رح تروح لمكان. أنا لازم أحكي مع إشكي. إذا نزلتي من مكانك هاد ما رح خليكي ترجعي له مرة تانية بعمرك، فهمتي؟ إذا رحتي هلأ هذا الزواج رح يلتغى. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.